أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في الدرس 11 من سلسلة الدروس المخصصة لطلبة الصف الثالث متوسط. أهلا وسهلا بكم. اليوم راح ناخذ قواعد الوحدة الثانية. نبدأ بالمضارع البسيط Present Simple. سؤال: متى استخدم زمن المضارع البسيط؟ نستخدم الإجابة نستخدم زمن المضارع البسيط أولا مع الحقائق. تقولي استاذ شنو الحقائق؟ الحقائق مثلا عندك الماء water boils at 100 سلسيوس في درجة مئوية سلسيوس، في 100 درجة مئوية تبخر الماء water boils، هذه من الحقائق. طيب نستخدم المضارع البسيط مع الأعمال المتكررة. الأعمال المتكررة مثال we go to school five times a week. نحن نذهب 5 مرات إلى المدرسة في الأسبوع. هذه أعمال متكررة. العادات: habits. العادات habits. مثال: he shaves his beard. هو يحلق لحيته، ما يخليه. هذه من العادات. تقاليد والأعراف: المسلمون Muslims do the fasting أو fast during the month of Ramadan. المسلمون يصومون في شهر رمضان. هذه من الأعراف والتقاليد. الوصف: الوصف description. الوصف description مثال I have a white Toyota car. عندي سيارة تويوتا لونها أبيض أو بلو أو يلو أصفر، إذا تاكسي. هذا وصف. الوصف دائما نستخدم له زمن المضارع البسيط. نأتي إلى القواعد structure. الجملة مثل ما تعرف مثبتة ومنفية واستفهامية. مثبتة ومنفية واستفهامية. لاحظ ناخذ التركيب. راح نبدأ إذا الفاعل singular. يعني شنو singular؟ أحسنت. يعني الفاعل مفرد. إذا كان الفاعل مفرد الفعل شو نضيف له؟ نضيف له اس الشخص الثالث. شو نضيف له؟ اس الشخص الثالث. هسه تقول لي شنو هو الشخص الثالث؟ اقول لك الشخص الثالث افترض 3 اشخاص موجودين عندك. الشخص الاول اللي يتكلم عن نفسه يقول انا ذهبت، انا اشتريت، انا نجحت. هذا هو الشخص الاول. الشخص المخاطب انت او انت. أنت ذهبت، أنت ذهبتي، أنت قرأت، أنت قرأتي. هذا هو الشخص الثاني. الشخص الثالث يتكلم عنه يقول مثلا جمال نجح، سلمى نجحت بامتياز، سلمى أصبحت طبيبة أو صيدلانية إلى آخره. هذا أصبح هو الشخص الثالث. وعند الضمير إت أيضا وياه، هو وهي وإت لغير العاقل، هي وشي وإت. إذا
غير العاقل، عفوا الضمائر المفرد للشخص الثالث هي هي وشي وات، او ضمائر المفرد الغائب هي هي وشي وات، هاي نضيف لها اسم الشخص الثالث. لاحظ اذا كان الفاعل هي يعني او شي او ات، شو نضيف له؟ نضيف له اسم الشخص الثالث. لاحظ سالم هي، سلوى شي، بوك ات، واضح؟ اسم مفرد وضمير مفرد. ناخذ مثال، احمد. احمد يعني شنو؟ شنو عوض عنه هي؟ هو احمد speaks English fluently because he is living in the UK. احمد يعيش في انجلترا الان، لذلك هو يتكلم اللغه الانجليزيه بطلاقه. لاحظ هذه الجمله مثبته، الفعل شنو ضفنا له؟ لازم نضيف له اس الشخص الثالث. طبعا شنو الافعال؟ هي عندنا افعال رئيسية وأفعال مساعدة. الأفعال المساعدة راح ناخذها بعدين، اللي هي verb to be و verb to have فعل الملكية، و verb to do وفعل العمل، to be to do to have. هذه جلسة ترتيب. to be to do to have، هذه بعدين ناخذها شلون نتعامل وياها في زمن المضارع البسيط. خلينا في الافعال الرئيسيه، هذه الافعال الرئيسيه. على هاي الجمله احمد speaks English fluently، قلنا هذا الفعل في زمن المضارع البسيط، شنو ضفنا له؟ اس الشخص الثالث. شلون في الجمله؟ هذا تركيب الجمله المنفيه في زمن المضارع البسيط اذا كان الفاعل ضمير او اسم مفرد. سبجكت زائد does not او doesn't اختصارها، زائد فعل مجرد بعد نحذف الاسم العدل. ليش؟ يعني استخدمنا هنا does، هاي الاستثناء ضفناها، شوف ضفناها بعدنا فيه، لذلك شو تصير الجمله؟ سلمى او جاي اتكلم عن مذكر يقول هي doesn't speak English، وإذا أتكلم عن سلوى تقول she doesn't speak English. سؤال نقدم does، نقدم does على الفاعل، بعدين هي أو she، بعدين الفعل مجرد، بعدين تكملة الجملة does he speak English، وإذا مثنى عفوا أنثى does she speak English. نأتي إلى it، it لغير العاقل، مثل I have a cat، شنو cat؟ قط. it eats a lot، هو يأكل كثيرا. لاحظ القط ضفنا له اس الشخص الثالث، ال it ضفنا للفعل اس الشخص الثالث، عفوا مو القط، أضفنا للفعل اس الشخص الثالث. ليش؟ لأن عندك ضمير مفرد. إيش فيها الجملة؟ it doesn't eat a lot أو much. it doesn't eat much. بعد سويها جملة استفهامية، does it eat much؟ does it eat much؟ هذا بالنسبة إلى it. إذا الخلاصة، الفاعل مفرد، نضيف الفعل شنو؟ أس الشخص الثالث، النفي نفي ب doesn't، بعدين الفعل الرئيسي، وإذا سؤال نخلي does بالبداية، بعدين الفاعل المفرد، بعدين الفعل الرئيسي، ونكمل الجملة. مثال علي works hard، خالد helps her mother، the book seems good، إلى آخره. هاي القاعدة أخذناها. مثال العنفي he doesn't work for GM، سلوان studies English he doesn't study English، ريم watches TV at night، لاحظ she doesn't watch TV at night. إذا سؤال does she، the book
seems interesting. It doesn't seem interesting. إلى هاي القواعد. نأتي إلى كان الفاعل جبع. إذا كان الفاعل جبع يعني شنو؟ جاوب العزيز الطالب. ممتاز. يعني ضمائر الجمع مثلا نبدأ بالأسماء الجمع. The students يعني الاسم راح تلقى بي اس الجمع هو مثل the students. أو عند الضمائر I we you و they هذي ضمائر جمع. ضمائر جمع I you we they. بعض الأسماء خلي بالك انتبه، بعض الأسماء ما نضيف لها اس، هي جمع. مثال شلون جمعها؟ مثال child طفل، children أطفال، tooth سن، جمعها teeth غيرنا الدبل او لدبل اي، man ام اي ان صار جمعها من اي خلينا، policeman policeman شرطي، mouse فأر mice فئران، person شخص جمعها people أشخاص، أوكس أوكس الثور ثيران، جوس أوزة جيز شوف دبل أو دبل إي حولناها أوز، فوت قدم فيت أقدام. هاي شوف إذا جتك يعني دير بالك تاخذ فعل مجرد. القاعدة ناخذ القاعدة، لاحظ القاعدة عندك سبجكت plural أخذناها زائد الفعل مجرد زائد تكملة الجملة. مثال the students work hard، the students work hard. النفي نستخدم هاي القاعدة خلي بالك وياي، subject زائد don't زائد الفعل مجرد. يعني شو الفعل المجرد؟ الفعل الخالي من الإضافات، يعني ما بي لا ing ولا بأس الشخص الثالث ولا بحرف إيدي ولا هو فعل ماضي شاذ الريجولر، مو فعل ماضي شاذ. أوكي شو اللي فيها؟ they don't أحسنت they don't work hard. أنا سابقا قلت لك إحنا الأزمنة نتعامل ويا الفعل they don't work hard. تركيب الجملة الاستفهامية لاحظ دبدو بعدين الفاعل بعدين الفعل الرئيسي بعدين تكملة الجملة دو زائد الفاعل الجمع زائد الفعل الخالي من الإضافات زائد تكملة الجملة زائد علامة الاستفهام. نأتي الآن إلى verb to be و verb to do و verb to have. نأخذ verb to be. عزيزي الطالب verb to be بالمضارع البسيط المن يصرف إلى am أو is أو are. ممتاز. طبعا هو هذا نفس الفعل قلنا am يعني هو verb to be و is هو verb to be و are. شو الاختلاف؟ الاختلاف في الشكل فقط، المعنى هو نفس المعنى ويكون. طيب جتك هاي الجملة بهذا الشكل I be a student. قال لك present simple PS. شو PS؟ يعني مضارع بسيط PS اختصار إلى present simple. أخذنا الحرف الأول من كلمة present والحرف الأول من كلمة simple PS. شو تجاوب؟ شو تجاوبني؟ تغير بي تقول خطأ ما يصير في زمن المضارع البسيط، لازم آخذ نفس الفعل بس أغير شكله إلى am يصير I am a student. إن في الجملة النفي بسيط فقط تستخدم كلمة not بعد الفعل المساعد I am not a student. كم الجملة استفهامية Are you a student؟ الصدق اللي سادي ايش غيرنا؟ سوي لها are طبعا راح صار عندك you يعني. صار عندك you هذا يعني أنت تقول أنا طالب، أسألك هل أنت طالب؟ غيرنا من أنا الضمير إلى أنت، إذا
أنت باللغة الإنجليزية نستخدم وياها are you are إذا are you a student. طيب اختار he is a doctor or he has a doctor. ثلاثي المضارع بسيط has والis، بس اللي بعده شو يختلف؟ هو يكون طبيب أو هو يملك طبيب. هو طبعا هو يكون طبيب، إذا الاختيار الصحيح هو is. الاختيار الصحيح هو is. إن في الجملة he isn't a doctor، كون السؤال is he a doctor. هاي بالنسبة إلى is، خذ am بس هاي is. Is he a doctor. Are ويجمع they are engineers، يعني إذا جتك هيك they be engineers يقول بسيطة. هذا زمن مضارع بسيط مو ليش؟ شلون عرفته من present simple ps؟ إذن سهل جدا أغير إلى are. They are engineers. إن في الجملة تستخدم not. They aren't engineers. They aren't engineers. كون جملة استفهامية تجيب are بالبداية بعدين تكمل الجملة. Are the students here؟ هل الطلبة هنا؟ أو are they engineers؟ Are they engineers؟ هل هم مهندسون؟ هنا بعد ما تلقى فعل رئيسي بالجملة فقط صار عنده هو هذا verb to be، هو الفعل الرئيسي، هو الفعل الرئيسي. طيب نأتي إلى verb to do. verb to do مع الضمير والاسم المفرد استخدم does. he وshe وit ضمائر مفرد استخدم does. مع ضمائر الجمع we you they نستخدم do ونضيف لها الضمير I. هنا ضمير I نعتبره من ضمائر الجمع. هنا I we you they تستخدم do. تركيب الجملة لاحظ he does his homework every day. خلي بالك هسه تقولي سؤال اشرح لي. حاضر شوف هاي does، شوفها لو ما شوفها أكيد شوفها. شوفها لو لها عمر. he does his homework هسه هذا هو يجيب عن الواجب البيتي يوميا. هذا صار هو عندك هو الفعل الرئيسي مثل فيه، راح تحوله إلى do بالنفي وتستخدم وياه does not. يقول يصير أستاذ؟ أقول لك طبعا يصير. لاحظ he doesn't do the homework. he doesn't do the homework. إذا جتك هذه بالامتحان وقال لك negative ما هيك negative تصارها negative. شو تجاوبه؟ إذا بسيطة هذا هو فعل اعتبره فعل رئيسي. does اعتبره فعل رئيسي. هذا شنو أصل الكلمة؟ شنو أصل كلمة does؟ شنو هو المصدر؟ المصدر هو do. أو تقول لنفسك أجيبه فعل مجرد. فعل مجرد هو شنو؟ فعل خالي من الإضافات. جبناه هذا، شوفه هذا do. واحتاج لي فعل مساعد. هذه ألفي ب doesn't. أوكي؟ إذن he doesn't do the homework. he doesn't do the homework. كون جملة استفهامية بسيطة. جيب الـ does خليها بالبداية. بعدين الفاعل المفرد هي، بعدين الفعل الرئيسي الخالي من الإضافات do the homework. يعني صار عندك does اشتغل هنا فعل مساعد، وهنا شنو اشتغل عندك؟ فعل رئيسي. does he do the homework. نأتي إلى verb to have. verb to have وهي he she it والاسم المفرد ناخذ has، ويا الجمع ايش ناخذ؟ ناخذ have. تاز يعني I you we they ناخذ have. طبعا هنا ايضا نفس العمل بالنسبة شلون استخدمنا am و is و are، وشلون استخدمنا do و does. هنا راح نستخدم
الهاب. لاحظ مثال بسرعة قبل لا يتيه التسجيل. She has a car that she does it. She doesn't have a car. الهاز نحولها إلى هاب وهو فعل رئيسي هذا. بدنا في does she have a car. بالنسبة للجمع they have a car and نفي they don't have a car تكون الجملة. والسؤال do they have a car. أعزائي المشاهدين نلتقي بكم في تسجيل آخر ولكم القواعد الوحدة الثانية. تحياتنا لكم.